هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بصراحة أنا سعدت جدا اليوم بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وباجتماعه مع رئيس الوزراء فخامة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير المالية، حزمة جديدة لتخفيف أعباء الأسرة عن الأسرة المصرية. حاجة مشرفة بجد إن يرفع المعاشات 15% عشان يرفع الكاهل على المواطن. احنا بجد تعبنا الفترة اللي فاتت والحمد لله ان هو السيد الرئيس بص بنظرة الاب لابنائه، ودي حاجة فعلا حاجة كويسة انه يرفع رفع الاجور للموظفين من 1000 جنيه من 1000 ل 1200 حسب الدرجه بتاعته. جميع يعني ان شاء الله تشمل القرار شامل الجميع، منها المعاشات، منها التربيه والتعليم، الاطباء، الاسر المحدوده الدخل، محاوله تمنيل تخفيف الاعباء عن المواطنين.